الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو المقطع 29 بعد 100 تحت عنوان نظريات السكان الجزء الثاني Population Theories Part 2. أرجو أن يكون فيه الفائدة لكافة الأحبة الطلبة والأعزاء المتابعين في كل مكان من وطننا العربي الكبير. السكان كمورد أساسي. في هذا المقطع نستعرض بإذن الله تعالى ما تسمى النظرية المالثوسية في السكان، تتمة لما قدمته في المقطع السابق حول نظريات السكان أو Population Theories. وقد قدمت بعض التفاصيل الهامة لنظرية واحدة فقط، وهي نظرية الانتقال أو التحول السكاني لموقف Transition Theory، وكانت في إطار ذكر النظريات الأربعة الآتية. أولا، النظرية التي أتيت عليها في المقطع السابق المتعلق بنظريات السكان، وهي نظرية الانتقال أو التحول السكاني Demographic Transition. في هذا المقطع إن شاء الله سنقدم النظرية المالثوسية أو الفلسفة المالثوسية مالثوسينزم. ثالثا، النظرية المالثوسية المستجدة نيو مالثوسينزم. ورابعا، الضغط الخلاق اللي هو Creative Pressure. وعلى بركة الله نبدأ. المالثوسية، مالثوسينزم، الفلسفة أو النظرية المالثوسية. نبدأ بإذن الله تعالى بالسؤال البسيط: ما هي المبادئ الأولية للفلسفة المالثوسية Principles of Malthusianism؟ ثم ما يمكن تسميتها بالأزمة المالثوسية أو Malthusian Crisis؟ ما هي عناصرها وأسبابها ومكوناتها وتبعاتها حسب رأي مالثوس؟ وأخيرا، نتطرق إلى القضايا المعاصرة contemporary issues المتعلقة بنظرية مالثوس. الفلسفة المالثوسية أو النظرية المالثوسية. تعود النظرية المالثوسية إلى عالم الاجتماع والاقتصاد رجل الدين الإنجليزي توماس مالثوس، الذي عاش خلال الفترة 1766 إلى 1834، وجاءت هذه النظرية في كتابه المعنون مقالات في مبادئ السكان أو Essays on the Principal Population، الذي نشر في العام 1798. هذا هو توماس مالثوس، أو صورة مرسومة له. ركزت مبادئ نظرية مالثوس على العلاقة بين حجم السكان ونموه من جهة، وتوافر الموارد الغذائية من جهة أخرى، Relationships between Population and Food Resources. وطبعا وضع كثير يعني من المبادئ المتعلقة بـ Area Under Cultivation، اللي هي الأرض المزروعة والتي يعني محصولة. رأت النظرية بأن إنتاج الغذاء ينمو حسب متوالية عددية أو خطية Linear Function أو Linear Series، لكن حجم السكان ينمو حسب متوالية هندسية اللي هي يسموها Arithmetic أو Geometric Series، أي غير خطية أو إسية. Growth of available resources is linear while population growth is often non-linear or exponential. الآن دعنا نتصور بهذه الأشكال أو الرسومات البيانية البسيطة ما الذي قصده مالثوس بالمتوالية العددية حسب السكان، يعني عدد السكان، عفوا نمو الغذاء والإنتاج الغذائي، لكن السكان يزدادوا بمتوالية غير خطيئة وإسية. هذا الآن يعني حدود السكان على الأقل في فترة زمنية معينة، وهذا هو نمو السكان، نمو السكان Demographic Growth. وعند الآن حد على نمو المواد الغذائية أو Resources أو الموارد بشكل عام، هذا نمو الموارد، يعني هذا السهم القصير نمو الموارد Resource Growth، لكن السهم الطويل الأسود هذا نمو السكان، وبالتالي هناك فجوة بين ما يتصل إليه السكان من نمو وما قد تصل إليه الموارد الغذائية والريسورسز أو بشكل عام الموارد بشكل عام من نمو، وبالتالي هناك فجوة خطيرة قد تؤدي إلى يعني مشاكل خطيرة في المجتمعات والعالم على حد سواء. فهذا العجز هو بين حجم السكان من جهة ونموه وما يتوافر من الموارد. نكمل الآن. تضمنت تحليلات مالثوس ما جرى من مجاعات فامينز في بريطانيا خلال القرون الوسطى، وبخاصة مجاعة العام 1316. ومن البيانات التي رصدها، وجد مالثوس بأن عدد السكان كان يتضاعف كل 25 سنة، يعني في القرن
الآن اضرب في 4، إذا ضربنا 25 في 4 بطلع 100 سنة، وبالتالي الآن بيتضاعف، يتضاعف بالحال الضرب 4 8 مرات إذا كانت الحسابات صحيحة. هذه صور يعني، وإن كانت متأخرة كما يعني استطاع مصورون في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 أن يأخذوها من أماكن كانت المناطق بتعاني من مجاعات حقيقية حول العالم. وجد مارتوس بأن عدد السكان خلال القرن كان يرتفع بمعامل مقداره 16، لكن إنتاج الغذاء كان يرتفع بمعامل مقداره 4، ما يعني بأن سرعة ارتفاع عدد السكان فاقت سرعة ارتفاع إنتاج الغذاء بأربعة أضعاف. وهذه معلومة مهمة جدا جدا عن الفكرة التي طرحها مالثوس. نكمل الآن. رأى مالثوس بأن مساحات الأرض المتوافرة للزراعة كانت محدودة، available agricultural spaces are limited. الآلات الزراعية وآلات القطف والأسمنة والأشكال الجديدة من المحاصيل الزراعية كانت بطيئة التطور التقني، أو ما سماها يعني في كتابه Technical Progress Machinery, Irrigation, Fertilizers and New Types of Crops are slowly to occur. ثم لاحظ تدني القدرة على دعم السكان Decreasing Carrying Capacity، رغم أنه هذا المصطلح Carrying Capacity هو مصطلح حديث، لكن مالتوس أشار إليه في نظريته وفي كتابه الذي ذكرناه قبل قليل عن أنه عدم قدرة الأرض على دعم سكانها بالمحاصيل التي يحتاجونها حتى يبقوا على قيد الحياة. فاستنتج بعد ذلك إذا بقيت الأوضاع كما هي عليه من وجهة نظره سيتجاوز حجم السكان ما هو متوافر من موارد. Population will eventually surpass the available resources. النتيجة النهائية تكون حدوث ما سماها العلماء أيام مالثوس وبعده أزمة مالثوسية أو مالثوسيان كرايسس، تأتي على شكل نقص في كميات الغذاء food shortage ومجاعات famines وحروب وأوبئة war and epidemics. الآن ما يعني بأنه لابد حسب رأي مالثوس من القيام بفعل ما من أجل تقليل حجم السكان أو تخفيض نسبة النمو فيه. دعنا ننظر إلى الرسم البيان التالي الذي يوضح ما المقصود بالأزمة المالثوسية. المحور الأفقي الآن الزمن، كما نعهد في يعني النظريات المشابهة، وعلى المحور العمودي ما هو متوافر من كمية الموارد. حجم السكان يتزايد حسب هذا المنحنى تقريبا، يعني متخيل هذا المنحنى الأسمك السميك الأحمر السميك عفوا، وحجم السكان طبعا، وأن الموارد resources حسب هذا الخط السميك الأخضر. لاحظوا أنه هنا يزداد بشكل أسي لكن هنا بشكل خطي، وبالتالي الآن لو حدثت تطورات تقنية بسيطة بتكون offshoots كما يسميها علماء اقتصاد البيئة، أنه يعني نادرا ما تحدث بشكل سافر وصارخ يعني يؤدي إلى قلب المعادلة. فهذا التطور أو هذا التطور البسيط ما يعني الآن أنه هناك عندي عندما ترتفع نسبة نمو السكان بشكل كبير جدا، لكن الفرق بين حجم السكان عند هذه النقطة والموارد سواء كانت هنا أو هنا أو هنا، فبالتالي عندي مثلا فترة T1 مقابل كمان عندي فترة T2، هنا الآن بكون في عندي استغلال جائر للموارد خلال هذه الحقبة من T1 إلى T2. لاحظوا هذه الفترة القصيرة بيكون استغلال جائر، وبالتالي بتحصل الآن خراب في البيئة وانخفاض بكمية الغذاء المتوافرة للناس حسب ما رأى مالتوس في هذه النظرية. الآن نقد الأزمة المالتوسية Critique of the Malthusian Crisis. إلى هذه اللحظة لم تحدث أزمة مالتوسية إلى هذه اللحظة حسب ما دونوا علماء اقتصاديات البيئة والموارد والفكر الاقتصادي، وقد تعرض مالثوس إلى سيل من الانتقادات القاسية خلال القرنين الماضيين، منها أن المالثوسية فلسفة عنصرية تؤمن بالنخبوية الإليتزم، وأنها لم تتنبأ بالتحول السكاني أو الديموغرافيك ترانزيشن الذي أشرنا إليه في المقطع السابق المتعلق بنظريات السكان، بيناه في المقطع السابق وتناول نظرية التحول أو الانتقال السكاني، وأن المالثوسية لم تتنبأ بالتطور التقني الكبير الذي شهدته الزراعة والصناعة والخدمات الصحية وسياسات ضبط الولادات
خلال العقود الأخيرة. الآن الأزمة التونسية في العقود المعاصرة، يعني نقرأ الآن مما اكتشفه الاقتصاديون وعلماء الموارد واقتصاديات البيئة عما حدث خلال الفترة السابقة. أولا، النمو السكاني فعلا يشير الديموغرافيك جروث إلى أنه سكان الأرض ارتفعوا خلال 40 عاما في الفترة 1960 إلى 2000 بمقدار 3 مليارات إنسان، ما يعني الآن بأن هناك شيء من الدقة والصدق عند مالثوس. ثانيا، ارتفاع إنتاج المحاصيل الحقلية جرين بنسبة 92% خلال الفترة 1960 1990، وزادت مساحة الأراضي المزروعة والمحصودة بنسبة 8% الكالتيفيتد لاند هاي خلال الفترة ذاتها، وارتفع الاستهلاك، لكن هنا ارتفع الاستهلاك بمعدلات متسارعة نتيجة لارتفاع الدخل العالمي والعولمة اللي شهد العالم تقريبا في نهاية العقد أو في العقد الأخير من الألفية الثانية. وقد استفادت من هذا النمو شعوب مثل الهند حيث البوبوليشن أو عدد السكان كبير جدا، والصين، ما يعني بأن هناك حدودا على نمو إنتاج الغذاء. كما أن الانحطاط البيئي environmental degradation ينذر بعواقب وخيبة لإنتاج الغذاء نتيجة للتغيرات البيئية والانحسار النسبي لإنتاج الغذاء. يمكن لطلبة العلم الأعزاء والأحبة المتابعين مراجعة بعض الأفكار العلمية الخطيرة حول قدرة الأرض على دعم البشر، كرين كاباسيتي، الفكرة التي أشرت إليها قبل شريحتين. كتاب المشترك الآن في هذا، يعني كتاب المشترك الآن، مراجعة كتاب المشترك مع الدكتور محمد روابدة تحت عنوان اقتصاديات الموارد والبيئة الصادر عن دار وائل للتوزيع والنشر عمان الأردن 2015. شكرا لكم على حسن المتابعة. المقطع القادم بإذن الله سيكون حول النظرية المالثوسية المستجدة النيو مالثونزيزم. لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية والتعليق على المحتوى من أجل تحسينه باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.